معاكم. طيب احنا النهارده بعد حادث مانهاتن في استنفار عام جديد بقرب من تايم سكوير ترد في سماء المدينه. محطه تايم سكوير مقفوله، مش عارفين، ناس كتير قوي عالقه في الطريق مش عارفين نروح. الشرطه اجلت فضه الترين. التايم سكوير يا جماعه دي محطه مهمه جدا زي ميدان التحرير في مصر، ويعني هي المحطه المركزيه في نيويورك، وان هي تقفل دي حاجه كبيره. قالوا ان هم ابلغوا ترامب بالحادثه اللي حصلت، بس لسه ما صنفوش الحادثه على انها قبض على واحد. بيقال بيروى يعني عن شهود عيان ان هو كان رابط حول نفسه اسلاك وحاجات كده، لكن في روايات تانية بتقول لك انه الحادثه سبب انفجار في الخطوط اللي بتوصل الغاز بتاع الهيت والحاجات دي. لسه الوضع مش معروف، لكن المهم القضيه ان الهليكوبترات فوقينا بكميات كبيره جدا، وعربيات الاسعاف والمطافي، وربنا يستر يا رب وكل الناس تكون بخير وما يكونش في حصل اي اصابات. انا عايز اقول لكم يعني كل 3 ثواني في هليكوبتر بتلف منهاتن، صوت سيارات الاسعاف والبوليس بتتسمع على بعد عشرات الشوارع من تايم سكوير، وكل الطرق طبعا مقفوله. الطريق زي ما انتم شايفين، شوفوا سيارات استنفار امني غير عادي، سيارات كتيره، سيارات شرطه كتيره، وقافلين الشوارع من تايم سكوير. محطه الترين نفسها مقفوله. ربنا يستر على الجميع، ويا رب الامور تكون بخير، وربنا ما يخليش اي حد يكون مصاب يعني، ولا حد يحصل له حاجه في حادث زي كده. ماشي، يا ريت كل ده على الصفحه بتاعتنا على اليوتيوب فارس منهاتن.